تريزيجيه لاعب كبير جدا، واي شاب بيتمنى يكون زيه في اخلاقه في الطموح بتاعه. لاعب بدا من الصفر للقمه وان شاء الله يكمل كمان. كابتن تريزيجيه، عايز اقول لك استمر في اللي انت فيه، ويا رب من نجاح لنجاح دايما يا حبيب قلبي. وعايز اقول لك ان انا ابن بلدك برضه، وعايزك من نجاح لنجاح دايما. انا ممكن اقول لتريزيجيه كلام كتير، بس اهم كلمه انت ابن الاهلي. ربنا يوفقه ويوفق نادي الاهلي طبعا، ونشوف النادي الاهلي طبعا اعلى نادي في مصر كلها. اقول ربنا يوفقك في مشوارك الاحترافي، وربنا يكرمك كده وتقول لنا بالسلامه، وتساعد منتخب مصر ان شاء الله في الوصول لمونديال 2022 بقدر ان شاء الله. والله نتمنى له العوده ان شاء الله بالسلامه من الاصابه اللي هو فيها، ونتمنى نشوفه في احسن انديه العالم ان شاء الله. محمد تريزيجيه ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه كده ويرجع احسن من الاول باذن الله. ربنا يرجعه بالف سلامه، مستنيينه ويرجع احسن من الاول ان شاء الله، وينورنا ويوصل للمكان الاحسن من استون فيلا ان شاء الله. قول له ربنا يوفقه ويرجع من الاصابه ومتعنا زي ما كنا متعنا. ان ربنا يوفقه ويبقى يعني من زي كده النجوم الكبار الموجودين طلعوا من مصر، وربنا كبير يعني، لانه لعب بيلعب وهو موهبه من عند الله. ربي يوفقك ويشفيك على خير، وترجع اقوى من الاول ان شاء الله. بقول له وحشتنا، وبقول له بنحبك، وبقول له بندعمك بره في استون فيلا، وبنتمنى لك التوفيق في كل مباراه متابعها علشان نشوف ادائك وتحرز اهداف اكتر، وبتمنى ان السنه الجايه او السنه حتى اللي بعدها ان لك في الخمسه الطب في الدوري الانجليزي.